يا الله الخير والخيرة. اليوم الأجواء جميلة جدا، ولو كان رمضان كله مثل هالأجواء الجميلة هذه طلع يا سلام، لكن اليوم الماضي كانت كلها حر، فجاء هذا اليوم شوي كذا وخفف علينا، فقلنا خلنا نطلع كذا ونقضي بعض المشاوير وكذا ونشوف الدنيا. رمضان رمضان ويا حبيبي. الأيام الماضية صعب إنك تطلع في النهار لمدة طويلة، اليوم الجو جميل جدا، شوفوا كيف الدنيا مغيمة. سلام. عندي بعض الأغراض اللي برجعها للسوبر ماركت، فهذه فرصة إني أرجعها. لكن الشيء الأهم إن سيارتي ما تشتغل لأن البطارية فاضية، فمهمتي الآن قبل ما أطلع إني أغير بطارية السيارة. قبل ما أغير قلت خلنا نجرب، يمكن لو شغلت السيارة تشتغل، يمكن يصير فيه باقي بطارية. أبدا ما فيه ولا شيء، علامة بطارية مولعة، الدنيا كلها مولعة. خلنا نشوف. طبعا عشان أغير البطارية جايب معي هالمفكات هذه، بحاول أحبرش فيها إلين ما أطلع البطارية القديمة واركب بطارية جديدة. فبسم الله. هذه البطارية. طبعا الحلو ان الرجال اللي شحن البطارية قبل يومين نظف لي اياهم، فالان اقدر افكهم براحتي من دون ما احتاج اني انظف الرسوبات اللي موجودة قبل. للاسف حاولت بهذا المنفك طلع كبير شوي فما قدرت اني افكه. لا هذا المنفك ولا هذا المنفك يركبون، فلقيت عندي في السيارة هذا المفك وان شاء الله باذن الله بفكه. زي كذا تشوفون، شوف هذا هو. قاعد نحاول الان في الاصبع الاول حتى نفكه، وهذا هو يبدو لي ارتخ خلاص. الاصبع الاول فكيناه. طالع كانه مشدود بزيادة، لكن ان شاء الله. ايوه يا سلام. الاصبع الثاني طلعناه. وهذا حلو مفكوك، فخلاص ما بقى شيء. الآن لحظة إخراج البطارية. يا سلام يا سلام. والبطارية وطلعناها. الآن ركب البطارية الجديدة. الآن نسقط البطارية في المكان، وللأسف ما لها ممسك، بحاول. وسقطنا البطارية. نركب أول شيء الإصبع الأول، سلام، ونثبتها كويس. نشد الاصبع الاول، فكينا غطى الاصبع الثاني. المشكله اني اخاف يكهربني، اخاف امسك شيء غلط من اتكهرب، ما الامها داعي. وركبنا البطاريه. ارد على قلبي الصيام، محلى نسيمه بالاجر، من وين يهنى لي منام، والليل به ليله قدر. شوف يدي كيف. هذه البطارية القديمة، الحمد لله تمت العملية بسلام والحمد لله. غيرت البطارية بنفسي، شلنا البطارية القديمة وركبنا البطارية الجديدة، البطارية اللي من صناعة سعودية. خليني أوريكم بطارية من صناعة سعودية، Made in Saudi Arabia. إلا ما شفنا هل السيارة تشتغل لا، لكن أنا متأكد أنها بتشتغل. بهذا المفك غيرت البطارية القديمة وحطيت البطارية الجديدة. لو أني مصلحها عند محل كان كلفتني تقريبا 130 دولار، لكن لما صلحتها بنفسي كلفتني فقط 49 دولار، يعني وفرت أكثر من نص المبلغ. أنا معي القارورة دي أغسل يدي، ما له داعي بالغلط أشرب موية. ونظف الكاميرا لأن الكاميرا برضو جاها زيت، حسيت أنها كاميرا في بنشري. جاري شكله بغير البطارية، ودي أقول له تبي فزع ولا شيء، عاد منك أخذ 49 دولار. خلاص أطلع صلح سيارتي بلاش. Changing battery? Yeah, it must be the day to do that, right? I just changed mine myself. I'm gonna do it myself, but I don't have the tools because my wife's not here. I can't believe how expensive batteries are now. They are very expensive. Yeah. I got this one. It's not very expensive. I got it for like $49. Yeah, yeah, with a 1-year warranty. That's really good. Yeah. الآن بجرب بشغل السيارة نشوف هل تشتغل ولا لا. فحانت لحظة التجربة. يا سلام يا سلام. بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قفلت على المفك من الواضح أني ماش. Thank you very much. Thank you very much. نرجع هذا المفك وهذه المفكات. هذا غطى البطارية، هذه البطارية القديمة نرجعها. البطارية القديمة أرجعها للمحل ويعطوني اللي هو الديبوزيت أو التأمين اللي أخذوه مني، هو زي الضريبة على البطاريات، فلازم بس قبل لازم أعطيهم الفاتورة وأرجع لهم البطارية اللي غيرتها.
يدي توسخت. فالحمد لله غيرنا البطارية وشغلنا السيارة ومن صناعة سعودية وبيد سعودية. قبل السوبر ماركت احتجت اني اروح الى فيدكس. حياكم الله. شبه هذا اللي اشتغل. قبل السوبر ماركت احتجت اني اروح للفيدكس عشان ارسل بعض الاغراض. I've got this one. I want to send it. And shipping is actually right over here. في محلات فيدكس يحطون فيها الفاكسات أو يحطون فيها طباعة الصور. خدمات فيدكس ومحلات البريد في UPS وغيرها مثل خدمات الطالب اللي عندنا في السعودية. هنا تروح ما تلقى كثرة محلات خدمات الطالب زي عندنا في السعودية. هنا في السعودية عندنا بكل مكان، بينما هنا لا، تلقاها محدودة جدا. وعند الجامعات محلات UPS وفيدكس تخدمك في التصوير وفي الإرسال وفي الفاكس وكل ما يتعلق بالطباعة والأوراق اللي تستخدمها بالعادة في السعودية في خدمات الطالب. اختلاف ثقافة. خلصنا فيدكس، الحين سوبر ماركت. جو اليوم رائع جدا، لو يستمر رمضان بنفس هالجو هذا شيء رهيب. بوريكم درجة حرارة بس ما بنعدلتها على البطارية. درجة حرارة 17. يا سلام يا سلام، لو يستمر رمضان يا رب رحمتك. وصلنا للسوبر ماركت، هذا هو السوبر ماركت كوسكو. عندي بعض الأغراض برجعها ونمشي للبيت بإذن الله. كوسكو من المحلات الرهيبة في الترجيع. هذه القهوة جهزناها خلاص، ما بقي شيء على ذان. التمر والطحينة جاهزة والفناجيل وفي حلى بسيط. الحمد لله، عسى ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم كان يوم جميل، أكبر إنجاز إني غيرت البطارية للمرة الثانية. الشغل اللي تسويه بيدك له طعم مختلف تماماً، فعشان كذا خلها عندك قاعدة. إذا كان عندك شيء ودك تعدله ودك تزينه ودك يعني تعدل فيه، حاول إنك تصلحه أول شيء بنفسك أنت، ثم ابحث عن شخص يعدل لك أو يصلح لك. لأن الحمد لله المواقع اللي تساعدك في صيانة الأشياء موجودة ومليانة على الإنترنت. مواقع مختلفة للسيارات، للجوالات، للأجهزة. حاول دائماً أن تخلي خيار الصيانة يكون عندك أول شيء، ثم بعدين دور أحد يصلح لك إذا ما قدرت تصلح بنفسك، لأن غالباً أنت تحتاج ممكن أدوات معينة ما تكون عندك في البيت. فإذا كان التصليح ما يحتاج أدوات ولا شيء، ابدأ أنت وسوها بنفسك، صدقني بتحس بطعم مختلف. عموماً كانت هذه الحكاية وهنا النهاية. في التعليقات أبغاك تكتب لي قصتك أنت في مرة مرات صلحت شيء بنفسك، حتى لو كان شيء بسيط جداً، بس أبغاك تقول لي تجربتك في صيانة شيء معين، اكتب لي في التعليقات. وإذا كانت المذكرات الرمضانية هذه عجبتكم، لا تنسوني من اللايك ومشاركتها مع أصدقائكم، وفي أمان الله. I have been there. Really? Yeah. حتى مسجلات السيارات موجودة في السوبر ماركت. تتوقعون أي واحدة منها صناعة سعودية؟ بوريكم. الآن نجي للحب. عسل وبطارية. يقولون ايش جو ذا؟ فجأة اشتهيت كل الفواكه. أبي رمضان. Happy رمضان.